خلال مشروع خطوات شبابية والتدريب اللي تلقيناه هلأ كتير ساعدونا ودعمونا لحتى نغير طريقة تفكيرنا، وكيف لما بدنا نعمل مشروع كيف نبلش منه من الأول وكيف نشهره وكيف نشتغل عليه. مبادرتي اسمها خضراء بسواعدنا، تشجير الخط الرئيسي في قرية رافات سلفيت غرب سلفيت. هدفنا احنا هي تكون هي البذرة الأساسية في التشجير وبداية تشجير الخط الرئيسي، ومشجع ومحفز للأهالي للتشجير وعناية الخط الرئيسي. بطمح اني اول شيء نشتغل الموضوع بشكل اوسع، يكون عندنا مردود ايجابي منه والفكرة تلاقي استحسان من الجميع. المشروع هو عبارة عن انه نعمل اكل بغذاء صحي، يعني مستهدفين الأطفال في تطوير ذاتهم، تطوير النفس عندهم، في تفريغ الطاقة والنفسية عندهم بالرسم. ما يقارب 100 شاب وشابة من مناطق جنوب نابلس وسلفيت وجنوب جنين وطوباس والأغوار ضمن مشروع خطوات شبابية. يهدف المشروع للمساهمة في تمكين الشباب المشاركين من خلال نقل المعرفة والبناء على مهاراتهم وقدراتهم، وهو ما سيمكنهم من تخطيط وتنفيذ مبادرات مجتمعية هادفة لحل مشكلات مجتمعية وتطوير الأعمال الصغيرة. هاي المشاريع بتعطي معرفة، بتعطي مهارات، بتساعد الشباب على التشبيك، بتعطيهم فرصة إنه يطلعوا الطاقات الكامنة ويبنوا عليها عشان يفيدوا مجتمعاتهم من خلال المشروع وفيما بعد من ناحية استدامة. يعني انخرطت مجموعة من الشباب في تدريب مدربين في سبيل إعدادهم لتدريب مجموعات شبابية لتعزيز التفكير الإبداعي وإتقان مهارات التفكير التصميمي في المناطق المستهدفة والخروج بأفكار مشاريع ريادية واقعية وخلاقة. هو التدريب بيختص في تعبئة النماذج، كيف يشتغلوا على الأفكار، كيف يكتبوا ملخص الفكرة تبعتهم، أهدافها، المشاكل المتوقعة، كيف ممكن هم يستمروا في مشروعهم، الاستدامة في مشروعهم. نحن نشتغل على مشاريع وعلى مبادرات، فلازم أنه الأشخاص اللي بدها تطلع بهاي المشاريع وهاي المبادرات وحتشتغل عليها لازم تكون فاهمة خطوات العمل. اكتسبت خبرات ومعلومات جديدة سواء من المدربين أو المدربات اللي أعطونا التدريب أو من الزملاء اللي كانوا معنا، صار عندنا خلفية وأفكار واسعة عن كيف إنه نعمل مبادرة بطرق علمية جديدة ومبتكرة. الشباب المشاركون أظهروا شعوراً عالياً في تحمل المسؤولية لإيجاد حلول للمشكلات المجتمعية من خلال العروض التي قدموها، وكانوا مرنين في تقبل التغذية الراجعة من لجنة التقييم التي تم تشكيلها من فريق مؤسسة شركاء في التنمية المستدامة وفريق مشروع المشاركة المدنية والمجتمعية. من خلال هذا المشروع يجري العمل على تنفيذ 20 مبادرة ودعمها مالياً لتشكل نواة لمشاريع مستدامة توفر الوظائف للشباب وتساعدهم في تنمية مجتمعاتهم. احنا فكرنا بمبادرة على جمع المخلفات وعمل منها سماد طبيعي بيفيد المزارعين وبيفيد بشكل عام الناس عامة. خطتنا انه نحاول نساعد حالنا ونساعد الناس اللي عايشين معانا ونساعد برضو الجيل اللي جاي والاطفال كمان، انه نحسن لهم البنية التحتية لهي المجتمعات. تأثير هذه المشاريع مهم جدا لانه بتترك اثر ايجابي عليهم، اول شيء بتخليهم منخرطين في مجتمعاتهم، بتبني قدراتهم ومهاراتهم الحياتية
ومهاراتهم في تنفيذ المبادرات المجتمعية.